بيقول هل الأسقف لابد أن يكون متزوج حسب ما جاء في تيموثاوس الأولى الإصحاح 3؟ يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعد امرأة واحدة. هو أيام الرسل لما كتبت الرسالة دي كان في ناس كتير متجوزين، يعني ما كانتش البتولية ظهرت ولا الرهبنة ظهرت. فهل يحرموا كل المتزوجين؟ قالوا يشترط إذا كان متزوج أن يكون بعد امرأة واحدة. ومع ذلك هذه الرسالة كتبت لتيموثاوس، وتيموثاوس نفسه رسم أسقفا ولم يكن متزوجا، وبولس الرسول اللي كتب لي هذه الرسالة لم يكن متزوجا، وباقي الرسل اللي كان سبب انهم متزوجين قبل كده زي بطرس الرسول، قال عليهم بولس الرسول: اليس لنا حق ان نقول لزوجة اخت؟ مثل باقي الرسل يعني كانوا بيعيشوا معهم كاخوات. وبتولية الاساتذة قررها مجمع نيكي المقدس وظلت حتى الآن معروفة، فكل الأساتذة الكاثوليك والأرثوذكس الغربيين والأرثوذكس الشرقيين كلهم أساتذة غير متزوجين. وبولس الرسول اللي كتب هذه الرسالة قال في كورنثوس الأولى 7: غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. فالأسقف قالوا ما يكونش متزوج لأنه بيقول من بلد لبلد ومن قرية لقرية، يعني زي الأسيس اللي مرتبط بمذبح وكنيسة. فبقى تقعد مراته تقول له: سايبني ليه واتأخرت ليه وكنت فين؟ اسمعوا الكلام، كنت تحت حكم امرأة مع اعتذار لكل السيدات الموجودين.